ضيف النهارده يعني مهما اتكلمت عنه مش هقدر اوفي له حقه. لما بنتكلم في العصر الحديث عن كل المنتخبات وكل اللعيبه اللي حضراتكم بتشوفوها سواء في الناشئين او في الشباب او في الاولمبي او كمان في المنتخب الاول، ليه بصمه عليهم كبيره جدا. معظم اللعيبه بنشوفها في الاهلي والزمالك والاسماعيلي وفي كل انديه مصر ليه بصمه عليهم. حافظ اللعيبه كلها من البراعم لفريق الشباب. وانا هنا في قناه الاهلي لما عملنا برنامج رد الجميل وكنت بستضيف النجوم، نجوم الستينات والسبعينات والثمانينات، يعني مش عايز اكبره، كانوا دايما يقولوا في عبد البقال اكتشفنا، مصطفى حسين ابو الاشبال اول واحد ليه بصمه علينا. لما بنتكلم في العصر الحديث ونشوف النجوم اللي موجوده دلوقتي، هو واحد زي عبد البقال، زي مصطفى حسين ابو الاشبال. برحب بضيف وضيفكم النهارده على قناه الاهلي، كابتن امام محمدين، رئيس قطاع الناشئين في الاتحاد السكندري. منورنا كابتن امام. حبيبي كابتن مسام، انا اللي سعيد اني موجود مع حضراتكم. شرفني طبعا تواجدي في قناه النادي الاهلي، القيمه والمكانه الكبيره، وده مش جديد عليكم، يعني دايما مسيطرنا والواحد بيتشرف وجوده معاكم بالتحديد. يعني ما شاء الله كابتن امام محمدين تاريخ كبير. قبل ما ارجع لورا نتكلم بقى عن الفتره الحاليه، من اهم صفقات الحاج محمد مصلحي والكابتن محمد مصلحي في الاتحاد السكندري كابتن امام محمدين. سنه وثلاث شهور دلوقتي في الاتحاد يا كابتن امام، صح؟ اه بالظبط. اه شايف الفتره دي ازاي؟ والله يعني ذاخره وفيها زخم كبير جدا من العمل والجهد. الاتحاد نادي كبير جدا واسم كبير جدا في مجال كره القدم. احنا صحينا وكبرنا على اهلي وزمالك واتحاد واسماعيلي في مصر، وبعد كده بدانا نشوف المحله وبعض فرق الشركات والمؤسسات اللي كبرت خلال المرحله الاخيره. لكن الاتحاد طول عمره ليه قيمه لينا، كنا بنسميه الاتحاد الصيفي ونفتكره بالكؤوس، كان مزعل الاهلاويه شويه، لكن الاتحاد قيمه كبيره قوي يا كابتن اسامه. ويكفي ان هو ممثل وسيد البلد في اسكندريه المحافظه الثانيه، عندهم حب الرياضه جمهوره وعشاقه، ونفسهم يشوفوا نادي الاتحاد على منصات التتويج دايما زي ما عهدوا في السنوات القديمه يعني. فبالتالي هو مجرد ما الحاج محمد يعني عارف ان انا بقرب على سن المعاش في انبي كلمني، والحقيقه انا ما كانش في ذهني البقاء او العمل، لكن مقابله الراجل ده في حد ذاته يعني عارف هو عامل زي ساحر كده، تقعد معاه ما تعرفش هو اخوك صاحبك، تحس انك قريبه من سنين. صعب اسيب ام بي 28 سنه وكده، لكن ممكن اساعد واتقدم مشوره، وانا بحب الاتحاد كاسم كبير، كلنا بنفرح بجمهور الاتحاد الاخضر والاحمر. فقال لي انا عايزك معايا واللي انت عايزه. قلت له المساله مش فلوس خالص ولا ماديات، انا عندي نوع من الرضا في العمل، لكن ببقى عايز اضيف في حاجه في تاريخي. ممكن ما اكونش وصلت لمستوى لاعب دولي، لعبت 8 9 سنين دوري ممتاز، لكن ما كان سويس بلاستيك اسماعيلي، لكن ما كانش ليا الحظ اشوف الانديه الكبيره زي الاهلي الزمالك والاتحاد. كان نفسي اشوف جماهير بالقيمه دي، فبالتالي قلت طب يعني ليه لا، ما احاول اعمل حاجه. صحيح الاتحاد صعب شويه، مناخه صعب، جماهيره صعبه، لكن الفرق بتحس يا كابتن امام بعد 28 سنه هو قال لي شركات نادي انبي وكان ليك نجاحات كبيره جدا ورايح لخطوه تانية نادي جماهيري، الفرق ما بين التجربتين ايه؟ هو قال جمله يعني زي ما تقولوا كده حسمت الموضوع شويه. قال لي انت هتتدفى في نادي جماهيري يعني. فانا في خيالي يعني احنا مثلا في انبي عملنا احداث كبيره جدا وعملنا اداءات كبيره قوي وبطولات في نادي صاعد، لكن ما حسيتش الجماهيريه بتاعت النادي والزخم الاعلامي والضغوط العصبيه اللي بتتمارس عليك، وكمان الـ يعني في بعض المناهضين لهذه الفكره انه حد يجي من خارج النادي يمثل هذا المكان. يعني مثلا الاهلي باولاده ورجالته والاتحاد، فكانت الصعوبه هنا، لكن كان التحدي ان انا قلت يعني هي تجربه تدفعك انت شخصيا انك عايز تعمل دوافع جديده لنفسك، تحدي جديد.
انا في انبي كان في مناخ كبير وادارات مختلفه مميزه وعندي كفاءات كبيره جدا من المدربين والاداريين واللاعبين اللي جمعناهم في خلال 20 30 سنه اللي فاتت. فبالتالي الاتحاد كان محتاج جهد لهذا الامر، ما كانش الملف ده مطروح على حساباتهم، لكن انا بشوف الاستاذ محمد ومجلسه الحالي بدا يخترق مناطق صعبه. وطبعا نادي الاتحاد مش زي انبي بيصرف على لعبتين او ثلاثه بالكثير قوي، الاتحاد زيه زي النادي الاهلي من العمالقه اللي في المجال الرياضي عندنا، وعليه حاجات لجماهيره والبلد ما يقدرش يلغي العاب، ما يقدرش ياثر في هذا الكم بخلاف المنشآت اللي هو بيقوم بيها. فيعني جت الفكره مشتركه في ان انا اعمل لنفسي دافع. احيانا لما بتكبر في السن شويه تقع عجزت كبرت اريح بقى شغل. عملت اسم عملت سمعه استخبى شويه، لقيتها فرصه ان انا اقدم جهد وفي مكان كبير زي نادي الاتحاد.